السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان. في الحلقة إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الدواء ديال التعفنات المعوية ديال الطائر ديالنا. صراحة هاد الدواء هذا كيتستعمل تقريبا تقدر تنقص به من لاكوكسيديوز ومن السالمونيلا و يعني صراحة تقدروا تستعملوه ملي كتشخصوا الطير ديالكم وكتعرفوا بأن عنده مشكل في الأمعاء دياله، كيبان لكم حاجاكم على دياري، يعني إما البزق خضر جاري ولا قهوي جاري. دونك كتستعملوا ليه هاد الدواء هذا أونتي باكتيريان ولا أونتي باكتيريان. هاد الدواء هذا أنتيبيوتيك كيقضي على يعني جميع الجراثيم المعوية اللي كتكون في الأمعاء ديال الطير. موجود في الأسواق يعني مع هاد المارك. صراحة هاد المارك هذه قديمة ومعروفة عندنا هنا في المغرب. تقدروا يعني تستعملوه في القتة ديال يعني في الجلب الطير جديد للمنزل ديالكم، يعني اما واخا تكونوا شاريين مع الصديق ديالكم ولا من السوق ضروري ما تعطيوه هاد الانتي باكتيريان، يعني باش كتتفاداو حتى نتوما يجيب لكم اما المرض المرض الطيور ديالكم ولا شي حاجه. دونك ضروري من الوقايه. الاستعمال ديالو حتى هو 5 نقاط في 50 ولا 40 مليلتر ديال الماء. تبعوا الطير ديالكم على الاقل 8 ايام ولا 10 ايام. يعني صراحه جربته مع يعني مع مقني مع احد مع حساسين ديالي. صراحه عطاني واحد النتيجه مزيانه، مي من بعد وليت كنعوضو بهاد التابرنيل سولفا اللي هو شويه مجهد عليه التابرنيل سولفا. مي في حالة الناس اللي ما لقاوش طابرني سولفا يقدروا يستعملوا هاد سيري فلوكس اونتي باكتيريانو، يقدروا يستعملوه حتى هو تقريبا يعني قريب من هذاك الدواء ديال طابرني سولفا. كما قلنا حتى هو 4 نقطات ولا 5 في 40 مللتر ديال الماء. تبعوا 8 ايام ولا 10 ايام. من بعد حتى هو ضروري تستعملوا موراه سيدوكول 3 ايام، وتستعملوا موراه خميره ديال البيره ولا بودر ديال زرع الشوك، يعني باش تردوا هذاك لافون ديجيستيف ديال الطيور. الثمن ديالو تقريبا ما بين 30 و 35 درهم. كيجي حتى هو على شكل كما قلنا تقطرات. يعني ضروري هذا ما يكون عندك في الدار، صراحة ضروري ما يكون عندك في الدار. مع سبحان الله ما كتعرف شنو كيوقع، حتى شي نهار كيبان لك الطير ديالك ماشي عادي ولا شاد على ديارك. دونك هذا اتعطى يعني في النهار الاول اللي غيبان لك الطير ديالك ما بقاش هو هذا. يعني كما قلنا وكنقول ديما التشخيص ديال قد ما كان التشخيص يعني سريع وانت عارف الطير ديالك ومن نهار كيتبدل لك كتعرف شي حاجه مشيت ليه، دونك كيبقى عندك الوقت فين يعني ترياجي وفين يعني تكون حتى الصباغ باش تداويه وتكون النتائج ديالك مزيانه، ماشي تخليه حتى يفوز فيه المرض ديال 3 ايام 4 ايام كيولي صعيب باش ترد الطير عاوتاني ولا تردو يعني باش يكسب صحته عاوتاني. واخا يعني كيصح ولكن كيبقى كما كنقولوا ديما ناقص. اللهم ديما يكون مراقب الطيور ديالو، يراقبهم واحد التردد اللي مزيان كل نهار، يدوز يقلب يشوف الفريخ ديالو واش واقف مزيان، واش بينو بينكم البزق ديالو حاجاكم هي الكومونيكاسيون بينك وبينو، بالك البزق كحل وفي شويه البيض ومجموع، دونك راه الفريخ ديالك راه مزيان.
ما عنده حتى شي مشكل في لا ريسبيراتوار لا ديجيستيف ان شاء الله. دونك نتمنى يعجبكم هذا لا فيديو ديالنا, وكليكو سور جيم وابوناو سور لاشين ديالنا ان شاء الله, و بقاو وصلكم الجديد ديالنا, و اعانكم الله.